في صباح هذا اليوم المصادف 25 رجب ذكرى وفاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، توجهت للزيارة مع الآلاف من العراقيين المتجهين مشيا على الأقدام إلى مدينة الكاظمية المقدسة. كانت الأجواء مثالية وحلوة وجميلة، تقديم الخدمات من قبل المواكب من الماء والعصائر والأكلات أشكال والوان. بس معظم المواكب أو تقريبا 90% كلهم مسوين تمن ومرقة فاصولية. الحمد لله والذكر تمت الزيارة، وصلت الإمام موسى بن جعفر. هنا وصلت تقريبا بعد تقريبا 100 متر على باب القبلة، شفت ازدحام. هنا بهالمكان دعيت قريت دعاء الزيارة. المهم نرجع سالفة التمنة وفاصولية، معظمهم تمنة وفاصولية 90%، كل موكب أشوف كل هالناس تاكل فاصولية فاصولية فاصولية. أكو بعض المواكب يطبخوها طبخ زين ويا اللحم، بس تقريبا 4 إلى 5 مواكب معظمهم مخلين ويا الفاصولية سمك يعني، أو مخلين دجاج، فصارت شوي يعني مو طيبة. فهذا الموكب هم طبيت له، أخذت معه تمنة وفاصولية. المهم شوي الفاصولية تأذي البطن، حجمين تأذي البطن، والجو شوي حار صار تعرق. فيارات يعني لو بدل الفاصولية واحد يسوي تشريب لحم، بدل السمك يخليه بالفاصولية يسوي سمك مقلي. هاي الفاصولية هم أكلتها ساحة الزهراء بالشوصة، هذا شوية طابخها حاط بها سمك، ما قدرت اكل معه الثاني لانه هو بيسمج يعني حسيتها مو طيبه، ويا اللحم تصير طيب. المهم لاحظت هواي ناس كلها يم التواليت تجمع، شكل ممكن بيطبخ فاصوليا، تواليتات كلها متروسه للزائرين. وهذه فاصوليه مطبوخه عد بالدجاج، انا اشوفها مو كلش طيبه بالدجاج. واحد لو يسويها مرقة هواء، لو يسويها ويا اللحم. الحمد لله تمت الزيارة، وهذا المشاهد اللي الكرفانات التواليتات قرب ويا المواكب تسوي مرقة فاصولية. شكو مرقة فاصولية حاطين يمها تواليت متحرك. والحمد لله والشكر تمت الزيارة، ودعيتكم بالخير. بس مو بس فاصولية، اكو مواكب هنا بالنواب شفتهم يذبحون هاشي، حسوون هاشي على التمن. وايضا شفت موكب تمن وقيمة، كانت قيمة نجفية طيبة، وشاي ابو الهيل على الفحم والخبز السياحي يسمون خبز تمن، والف عافية.